والنجاح. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا اليوم الخاصة بسن الحيل والزمول في آخر أيام هذا السباق المحلي الثاني على بر الثالث على بركة الله. مشاهدينا الكرام، ينطلق رابع أشواطنا في هذا الصباح، شوط رئيسي خاص بالزمول العمانيات على بركة الله. مشاهدينا الكرام، نبدأ مع هذه الانطلاقة، نتابع هذه الشعارات المتواجدة في هذا الشوط هنا مع الصدارة مباشرة. نتابع مبعد على أول المراكز لخليفة بن علي بن حمد العطية من يبدأ هنا على البداية والصدارة، بينما أتابع من الجانب الآخر الأسد علي بن صالح بن سعيد بن ملهي من يتقدم مع الأسد مع ثاني المراكز، بينما أتابع ثالث الأسماء وصول من شاهين عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور يتقدم في هذه اللحظات. من الجانب الآخر أتابع الاسم القادم هناك شاهين محمد بن عبد الله بن أحمد الهاشمي هنا يتقدم مع رابع المراكز وخامس الأسماء. أتابع هنا شاهين لسعود بن صالح بن حمد القمرة مع خامس المراكز. هذه الأسماء مشاهدين الكرام الأولى المنطلقة في هذا الشوط، شوط العمانيات منافسات الكبار، ولكن العودة هناك، العودة إلى الصدارة إلى البداية مع الأسد شعار بن ملهية هنا يتقدم على أول المراكز. علي بن صالح بن سعيد بن ملهية مع البداية والصدارة وانطلاقة الأسد على أول المراكز، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك أتابع التقدم والانطلاق من شاهين عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور القادم مع انطلاقة شاهين، بينما أتابع الوصول في ثالث المراكز من مبعد خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم مع مبعد مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء هنا شعار الهاشمي قادم أيضا من السلطنة. ترحيبنا دائما بالأشقاء هنا الهاشمي، يقدم شاهين محمد بن عبد الله بن أحمد الهاشمي مع رابع المراكز خامس الأسماء. أتابع في هذه اللحظات شعار السندباد القادم مع شاهين سعود بن صالح بن حمد القمرة يتقدم مع تواجد شاهين مع خامس الأسماء. هذا النداء الثاني مشاهدين الكرام لشوط العمانيات لمنافسات الكبار لانطلاقات هذا السن، ولكن العودة هناك، العودة مع التحدي مع البداية هناك مع شاهين يغير على الصدارة. عجيان بن صالح بن بريك بين عجيان يتقدم مع هذه اللحظات، ينطلق بتواجد شاهين على البداية والصدارة، ولكن شعار بن ملهية يتابع الموقف القادم مع الأسد علي بن صالح بن سعيد بن ملهية يتقدم مع ثاني المراكز، بينما أتابع هناك من الجانب الآخر وصول من شاهين محمد بن عبد الله بن أحمد الهاشمي، ولكن شوف الأسماء، شوف التقدم هنا. أتابع الاسم القادم وصل موادع، مرحبا بموادع القادم في هذه اللحظات صاحب هذا الشوط. موادع يصل، فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع الفيدة يتقدم في هذه اللحظات، ينضم إلى دائرة النداء، يخطف المركز الثالث إلى المركز الثاني وعينه على الصدارة. هنا الهاشمي أيضا بدأ بالتحرك مع شاهين محمد بن عبد الله بن أحمد الهاشمي، وهنا الوصول. أتابع هنا مبعد خليفة بن علي بن حمد العطية، ولكن الأسماء قادمة الشعارات. الله
اوه الله، السندباد ايضا قادم يقدم لنا شاهين. سعود بن صالح بن حمد القمرة هو هنا القادم، وتابع منصف سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. بدأ بالاقتراب من ينضم في هذه اللحظات، ولكن اعود الى الصدارة، اعود هناك مع المرشح الاقوى، مع موادع على البداية والصدارة فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل مهيدة على البداية والصدارة، ينطلق بتواجد موادع على اول المراكز، بينما اتابع شاهين مع ثاني المراكز عجيان بن صالح بين بريك بن عجيان المجدور، ثنائية على الصدارة. ولكن شوف القادم، وتابع التقدم في هذه اللحظات، هنا يصل مخرب ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، يتقدم في هذه اللحظات مع ثالث المراكز، والمدهوش ايضا قادم يتقدم مع رابع. الاسماء مشاهدينا الكرام، منصف منصف سالم بن عامر بن راشد المدهوشي خامس الاسماء، اسم جديد هنا يتقدم، ساطع يصل غانم بن جاسم بن ربيعه بن عيسى الكواري هنا قادم مع خامس المراكز. الله 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 يا الصدارة، الله يا التحدي، ثنائية ثلاثية مشاهدينا الكرام. ولكن شاهين موادع هناك من الجانب الاخر، وتابع مخرب، ثلاثية على الصدارة، ثلاثية على الانطلاق والتحدي مشاهدينا الكرام. شوط العمانيات، تحديات الزمول. الله يا المجدور، المجدور حاضر في هذا الصباح مع تواجد شاهين عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور، ثلاثية مميزة. وموادع هنا قادم ينطلق مشاهدينا الكرام مع ثاني الأسماء، فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فهيدة، وهناك مخرب ناصر بن عبد الله المسند المدهوشي. المدهوشي قادم يقدم منصف سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، وهنا أيضا أتابع وصول من ساطع غانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، وهنا شعار السندباد قادم يقدم لنا شاهين، ووصول في هذه اللحظات. وصل هملول علي بن حمد بن بخيت بن قريع. الله 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 يا الأسماء، الله يا الزمول، الله يا العمانيات. ولكن أعود إلى الصدارة، الصدارة ثنائية ثلاثية في هذه اللحظات. المدهوشي قادم، المدهوشي مع الكيلومتر الأخير، وهنا يتقدم شاهين عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور. الله الله، منصف 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 يتقدم مع ثاني المراكز سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، وهنا أتابع التقدم. وصل ساطع غانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، قادم في هذه اللحظات. اشتدت المنافسة، وهناك هملول علي بن حمد بن بخيت بن قريع قادم مع هذا الانطلاق. ولكن أعود مع المجدور، مع الصدارة، مع انطلاقة شاهين على البداية. الله يا شاهين، وهناك منصف من الجانب الاخر، وساطع قادم، وموادع يعود مع اللحظات الاخيره، موادع للمره الثانيه مشاهدينا الكرام مع شوط العمانيات، مع انطلاقه هذا الشوط، موادع يضيف الانجاز، ينطلق بالصداره. ولكن المدهوشي خطير مع هذه اللحظات. الله، منصف موادع اللحظات الأخيرة، منصف يخطف ناموسي هذا الشوط، منصف مع أيضا هذا التحدي، منصف للمدهوشي. الله، تهانينا والناموس لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي على هذا الفوز. ثاني المراكز وصل موادع فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فهيدة، ثالث المراكز كان الوصول من شاهين عجيان بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور، ورابع المراكز وصل زكريت سعيد بن فهد بن سعيد آل خديع المري، وخامس المراكز
كان الوصول مشاهدينا الكرام من ساطع غانم بجاسم بن ربيعة بعيسى الكواري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام في منافسات الكبار في تحدي شوط العمانيات. تابعنا المنافسة حتى اللحظات الأخيرة وأتى منصف لينتزع ناموسي هذا الشوط، وكان الحضور أيضا من شعار المدهوشي ليذهب بناموسي هذا الشوط إلى أهالي السلطنة. تابعنا المنافسة مشاهدينا الكرام هنا حتى اللحظات الأخيرة، وأتى منصف بتسع دقائق 35 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لسالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل موادع بتسع دقائق 36 ثانية 14 جزء من الثانية. الثانية لفيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع ألف هيدا. وثالث المراكز كان الوصول من شاهين عجيان بن صالح بن عجيان المجدور بتسع دقائق 38 ثانية 47 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.